موجود معنا بالتليفون طارق المسعودي، نحكي معاه على المقابلة متاع منتخبنا البارح في الكان. اهلا بك طارق. اهلا بك اسلام، تحية ليك وتحية مستمعي اكسبريس اف ام. شنو الامور؟ والله مازلنا باقي الناس كل تحكي على الماتش متاع البارح، على النيل متاع البارح. الحاجة اللي ظاهرة والناس كل شافتها انه المنتخب كان افضل من المباراة الاولى، كنا خير برشا من المقابلة الاولى اللي كنا فيها، معناها تعدينا كوتي. فما حاجات سورتو سور بلان ديفونسيف سور بلان تكتيك، الوقفة كانت باهية. ديلان براون ومرياح البارح عملوا ماتش كبير قدام ماريغا، اللي بصراحة يعني ملاعبي لي تري فور لي تري بويسون، تكنيكمون باهي بسقيه، يعني صعيب برشا باش تلقى واحد في البدن هذاك في المورفولوجي هذيك والتكنيكمون، يعني يعرف يلعب ويعرف يلعب سقيه. الملاحظة الأولى هذيا معناها عجبوني برشا الأولاد البارح براون ومرياح، لأنهم نجحوا باش وقفوه ولو أنه جاتوا معناها دي زوكازيون. مي ملاعبي هداف يعني دبابة بشرية، ملاعبي ماكينة متاع بونتويت. البارح نجحنا أنه ماريغا ما لقاش روحه قدام لي دو سونترو نتاعنا. اللي واضح آخر زاد أنه المنتخب مش يفضل حالاته، يعني فما مشاكل فنية فما مشاكل تكتيكية. ما يجري الأخبار اللي جاي من مصر الكل أنه كل شيء موجود، كل شيء موفر، ناس كل واقفة، فما برشا جدية في التعامل مع الكيب ناسيونال. معناها وخلينا نقوله معناها فما برشا حاجات في الفيسبوك قاعدة تخرج غالطة. مي اللي يشوف لي دو ماتش يعرف اللي تونس مش حاضره، اللي ليكيب ناسيونال مش حاضره. يعني كنشوف البارح الروندمون الناس كل تحكي عليك شريد الماتش الاول، البارح شريد لعب في المكان نتاعو ما كانش فما فريشير فيزيك، ما شفناش شريد اللي نعرفوه، ما شفناش السليتي اللي نعرفوه، خزري كيف طارق. نعم انا سالتك شنو الامور، شنو احوالك، دخلت طول في الموضوع انا ما تضيعش وقت. احوالي انا بس الحمد لله سلا. فما كان الخير، فما حاجات ان شاء الله على قريب، وبطبيعة انت تسمع اول واحد كان فما حاجة فما دي زوفر معناها اكيد اكيد ان شاء الله فما حاجة وبينتو توا انا الجمعة جاي نعرف كل شيء ان شاء الله ربي سهل به. شنو ما تشوف التغييرات في التشكيلة طارق المقابلة الجاية، مش نشوفوا زعما تغييرات ولا جهاز باش يحافظ على نفس الملاعبية؟ والله انا تكلمت في مقابله تلفزيونيه اني انا راني ديما بور، عندي قناعه ما تبدلش، اللي انا ديما بور اللي تروا بيفو. معنا البارح يعني الناس كل حكيوا على كادوتر وكان لعبنا كادوتر ما كناش باهين، ما كناش مختارين، ما جبناش برشا فرص، يعني مش معناها اي اما الماتش الاول لعبنا بتروا بيفو ما كناش باهين زاد ايه لا، اما التركيبه غلطه، يعني الوقفه غلطه، يعني المدرب الذكي انه هو يخرج من الملاعبي لو ماكسيموم، يعني اذا كان تحط ملاعبي مش في الريجستر نتاعو مع التعب مع المشاكل البدنيه مع الواحد دونك جي يعني ما تنجمش توصل، ما تنجمش تكون خويا، لانه بصراحه فيكتور ميريسبي النيفو نتاعو خير من هكا برشا، معناها مش معقول يعني المنتخب التونسي يظهر بالمستوى ذاك، يعني نجمو نعملو خير من هكاك برشا. يعني احنا رانا مشينا للمونديال، احنا رانا 25 عالميا، احنا عنا ملاعبيه يعني تلعب في نيفو عالي، توا وهب الخزري وسليتي ممكن العام الجاي عندهم دي زوفر كبار، صخيري كيف الخريسي عزو تشامبيونز ليج في 6 شهور، شوات كمل احسن تكون في الشامبيونات، لاتيرال دروا كيشيد احسن من ميور جوار في ميور جوار في البوست نتاعو في الشامبيونات. ما تنجمش بهذا الكل بعد تجي تلقى منتخب بالطريقه هذيك. ما قري قلت لك الناس كلها شكون تحمل المسؤوليه طارق في اللي ظهرنا به المدرب برشا ناس حملوا هو المسؤوليه؟ فنيه بامتياز، يعني فنيه ولا فما كلمه تقالت انا موافقها بنسبه 70 80%، قال لك اللي لانجيريس ممكن اكتشف الاولاد في كان غادي، يعني فما حاجات يعني ماهيش معقوله، معناها ونعرفوا ملاعبيتنا احنا ونعرفوا جواريتنا شنو نجموا يعملوا، نعرفوا لي رياكسيون نتاع، معناها ما تنجمش بعد ماتش نول تجي تعمل ماتش كيما كيك خير شويه من العاده. مي سي با سا، يعني حتى الملاعبين ممكن ماهوش فاهمين رواحهم، يعني اذا كان قرروا منتخبات اخرين بالرياكسيون بالواحد فما حاجات نجموا نكونوا خير من هكا برشا، معناها ورغم الكلام الكبير اللي قاعد يتقال على المنتخب المغربي والجزائري والسنغالي راه احنا نجموا نكونوا فينا ليست وتيح معنا واحد منهم ونجموا نربحوه. اي اما انت حملت المسؤوليه الجريس طارق، لكن اخطاء الحراس في زوج مقابلات كانت قاتله معناها.
لا جيريت برمين حاجيت للخاتم، نعرفش كان سمعتني تكلمت على غلطة كبيرة انك تبدل فاروق، معناها ما تجيش في العالم كل راه فما نميرو ان نميرو دون نميرو تروا معروفين حراس المرمى، ما تجيش يعني نتاع ديزاماتور هذه انك تبدل جارديان على غلطة. وقلت قبل الماتش بنهار انا واذا كان معز حسن يعمل غلطة شنو نعمل تو؟ خسرت دو جارديان انت، معناها خسرت فاروق اللي انت ضحيت بيه، وخسرت معز اللي ما عندوش تونجيو في ساقيه، دي روبير ظاهرين الغلط اللي عملهم تاع انسان ماهوش حاضر. نحكي برشا على الحضور ماهوش حاضر، راه فما برشا ديسكور اسلام، راه ديسكور انديفيدويال ما نستار تكنيك مع الملاعبي، ديسكور كوليكتيف وبرشا كلام برشا كلام. يعني شوفوا الناس اللي تحكي توا لي زونسيان جوار اللي عاشوا ولا المدربين اللي عاشوا في الـ في الـ في الكومبيتيسيون هذوما، يقول لك الجو الامبيونس الفيستير الديسكور يجب أن يتعدى، يجب أن اللعب يبدأ حاضر ويبدأ يطلع بشوية بشوية بروغريسيفمون لين توصل للنيفو نتاعك يعني الكبير في الدومي فينال ولا في الفينال، ونشوف وقتها نكتشف الملاعبين الكبار والملاعبين اللي عندهم شخصية ولي دونك هذا الكل. أنا حسب رأيي الغلطة مش المشكلة مش في في الشواء اللي ضحاو فاروق. يعني أنت تو شنو معناها مش الماتش الثالث اسكو باش نستعملوا معز، اسكو باش نرجعوا لفاروق، اسكو باش نثبتوا معز حسن، وتصور معز حسن يتثبت وتزيد تصير غلطة أخرى منه هو. دونك الحاجات هذوما أنا سي تكنيك 100% ما قال يكون عمل برشا على على ماهر كنزاري، لأنه هو بعد المدرب معناها إترونجي تحبوا له تكره ما نعرفش. أنا فما حاجات ماهيش واضحة، معناها ماهر يعرف بقدية الملاعبية، ونتصور معناها المهمة نتاعو مش تكون دوبل توا في الماتش الجاي وفي الجاي، احنا مش نتعداو، ما عندناش مشكلة بس نتعداوش، اما مش نتعداو نحبوا نتعداو مش بالليماج اللي شفناه في الماتش الاول والثاني، نحبوا نتعداو واحنا نكرزيه واحنا نصنع اللعب، احنا نجيبوا الفرص لانه عندنا ملاعبيه القدام ممكن احسن افكتيف في العشر سنين الاخرانيين في الـ في الـ في, الـ في الاتاك. يعني تشوف عندك الخنيسي وعندك شوات وعندك وهبي وعندك يوسف وعندك اسرافي وعندك سليتي وعندك بدري، هذوما كان ترجع للليستيت للكونفوكاسيون تاع كوب دافريك 2017 2015 2013 12 ما ترقاهمش، تلقاهم احنا مشينا المونديال من غير اتاكون. باهي باش نكمل معاك طارق، متفائل بالمشوار اللي بقى للمنتخب في الكان؟ اكيد اكيد متفائل برشا. وين نجموا نوصلوا معناها؟ لا نجموا نعملوا حتى معناها مينيموم ديمي فينال ونجموا يتحسن برشا المردود. قلت لك نعملوا برشا على ماهر كنزاري الاسيستون وعلى الناس اللي موجوده، لانه فما حاجات ماهيش تاع كوره، فما حاجات راهو ديسكور راهو باش تحكي مع الملاعبيه، راهو باش تعمل حاجات سهله. يعني يحكيوا على التفلسيف ولا على قلك ما يعرفش الجروب. دونك انا توا نتصور مع ستاف تكنيك مع الناس كل محضره، الناس كل واقفه، الناس كل يعني كيما ناسيونال توا ولا في نيفو عالي على الاخر، يعني ما فماش علاش يعني مش يصيروا الاغلاط هذوما نتاع 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 ديزاماتور. برشا عباد قالوا ما عندناش ليدور بعد خروج البلبولي، لا لا فما ليدور، فما يوسف، فما الخزري، فما فرجاني، ملاعبيه عندهم اكسبيريونس ينجموا يدزوا اصحابهم ويحكيوا برشا مع بعضهم، لانه انا ما نتصورش الملاعبيه يحبوا روحهم هكا في الكريتيك والمشاكل، وتو ولينا يعني ننقدوا كل شيء وداخلين في كل شيء. ان شاء الله لانجيريس يحط يسمع الستاف تكنيك نتاعو، وان شاء الله التوليفه الجايه ما عادش تضيع لنا برشا وقت، وما عادش نحكيو على الشونجمون، ما عادش نحكيو على لي فور فيزيك ولا احنا حاضرين ولا مش حاضرين. واضح، شكرا ليك طارق المسعودي.